وهناك أحوال يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين، كالدعاء بين الخطبتين إذا جلس الخطيب بين الخطبتين، فهنا لا يعلم هل كان الصحابة يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين مثلا أو لا يرفعون. فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، من رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن ظاهر عمل الصحابة كان على عدم الرفع لأنه لم ينقل فلا ينكر عليه، فالأمر فيه واسع إن شاء الله.